الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا لم يستطع المحسود أخذ الأثر من الحاسد، فهل ينفع مسح عتبة الباب التي يدخل منها الحاسد؟ وهل هذا من السنة أم هو بدعة؟ الحمد لله، لا نعلم لذلك دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى ألا تفعل ذلك. ومن المعلوم أن التداوي ينقسم إلى قسمين: إلى تداوي حسي تجريبي، وإلى تداوي روحي معنوي. أما التداوي الحسي فهو ما علم فيه الرابط بين الأثر وسببه، لأن مبناه على التجربة والعادة. وأما الدواء الروحي المعنوي فإن مبناه على الغيب، إذ لا نعلم، فبما أن مبناه على الغيب فلا يجوز لنا أن نربط هذا الأمر الغيبي والأثر المطلوب بشيء من الأسباب إلا وعلى هذه السببية دليل من الشرع. فالأصل في الدواء التجريبي أنه مبني على التجربة، فلا يطلب فيه دليل خاص. وأما الدواء الروحي المعنوي فيطلب فيه دليل خاص، ولم يثبت الدليل فيما نعلم إلا باستغسال العائن وبوضوئه وبمضمضته ومجه في الماء، ثم يراق الماء على المعيون فيشفى بإذن الله عز وجل. وأما ما عدا ذلك فإنه لا بد فيه من التوقف، لأنه أمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز اتخاذ سبب إلا وعلى سببيته دليل من الشرع أو القدر. فلا أرى أن تمسح أعتاب العائن ولا أن يمسح شيء من آثاره، وإنما يطلب أن يستغسل لمن عانه. فإذا علمتموه أو غلب على ظنكم أن فلانا هو الذي تسبب بالعين، فلا بد، فيجب عليه شرعا أن يستغسل إذا طلب منه ذلك، والله أعلم.